السلطة المكسيكية أطلقت سراح ناجيل التشابو إمبراطور تجارة المخدرات في البلاد بعد ساعات من احتجازه إثر اندلاع أعمال عنف واشتباكات مسلحة بين الشرطة وأفراد عصابته في مدينة شمالي البلاد. اشتباكات اندلعت بين أفراد العصابة والشرطة بعد ساعات من إعلان السلطات القبض على ناجيل التشابو في منزله من خلال دورية روتينية. لقطات تلفزيونية أظهرت أفراد العصابة وهم يطلقون النيران باتجاه الشرطة وتناثرت الجثث والمركبات المحترقة في الشارع. الرئيس المكسيكي دافع عن قرار الإفراج عن نجل إمبراطور المخدرات التشابو قائلا إن الخطوة أنقذت الأرواح وحدت من عنف تلك العصابات.